عصر وحجر في بالك غير الهف ميز وشوف رايحين يغيبوا هالك على المباشر والمكشوف عصر وحجر في بالك غير الهف ميز وشوف رايحين يغيبوا هالك على المباشر والمكشوف كونك حربي صنديل حربي صنديل ولا جبت جبت الهيل ولا عقبال هو رضا سيتي ساز. ما نطولش عليكم، شوفوا واش صرالو. تعيش خويا واش بيه؟ واحد المرة جات انا رمدي ماري حلت الباب ودخلت لي في الطوموبيل. انا جبتي معايا الطوموبيل شنو انت ديجا شكون؟ وانت منين تي؟ بوليس هذا بوليس. هاني شوفي حلت الباب كما نوض حلت لي ورمات لي بيبي وبعدك معك جا هاد السيد هرب واحد المرة جيت موراها هرب ما ريحش ما ريحش انا مواطن انت شرطة في خدمة الشعب نرفد صوتي ما تهضرش معايا نورمالك تهضر مع مواطن محترم نحن ارتيس ما كاني ارتيس ني والو اسنى شدرا ما كاني ارتيس ني والو انا محترم تهضر معايا محترم وما على بالي حتى واحد هكذا نحيدك وانت ما تحشميش عباكم جيتي راجل نقتلك بالدار واحد ما يتوشيني ماشي ضربها انت مهبول نضرب مرة عبالك نضرب انسان ايا انت مهبول نضرب مرة بصح ما توشينيش اختي هاكي معايا انا ما تقدي لي والو كي تيكي لاكي جايباتها هكذا وانا الطفل هذا صح لي ما على باش لي رميتو لي في الطوموبيل كون نديه نربيه انايا نربيه ونخرجو بيا خويا قول لي شكون هادي انت شكون ما تقوليش هربت معاك نهضر معاك نهضر معاك استنى انت شكون انت انت شكون كنقول انت رضا انا رونالدو شكون انت لا تهضر معايا بيدك كيفاش هضرت مع صاحبي كيفاش هضرت معاك القانون يسمح لك تهضر معاك تهضر معايا بيدك كيفاش هضرت معاك يا خو انا سرق دراري اديني الحبس يا اخي الجزائر كاع تعرفني انا ما نعرفش ما تعرفنيش يا خويا شي شغلك كي تسرقوا في دراري انا نشرعك على هذا انت حاب تلطفني تهمه انا ما نعرفش تلطفني تهمه لا لا تقولي محترمتني سديتك ضربتك معايا واش نهضر معاك قال اعمال ذهب عمر الى المدرسه انا جزائري نهضر بالهضره تاعي خويا بالدرجه تعرف خويا قيمنا كيما قايم قيمنا خويا نحطك فوق راسي بصح باش تتهمني تقول لي سرقت ولد خويا انا اب وعندي دراري هكذا بصح قلت لي ايه تسرقوا الدراري انا تهمت تهمتني قلت لي تسرقوا الدراري انا الشرطه انا حبيبي انا الشرطه فوق راسي وفوق كتافي خويا وبلا مزيتي نحترمك انا ما قيمتوش يا حبيبي واش درت لك هضر بلا ما تقدرش نهضر بلا نهضر معاك كيفاش هاد المراه تتهم فيا باللي دير الطفل ركبت لي انت في لاسيتياسيون تاعي تكون انا مواطن خويا وانت مواطن هاك معايا رضا قول لهم بلي احنا نتلاقاو مع السيد دوكا هضر معاهم على نحصل وحدي قسما عظما كون ما جيتيش مرا قسما عظما غير كل يوم قتلتك بالضرب عندك الزهر نحترم انت فا وانت قادرتك خويا انا شامي ندنا واحد قاعد راجل اما انتم مشاهدينا الافاضل ما تزابوش على خاطر مازال ضيف الثاني عسوره الضيف الثاني هو اللاعب اتحاد العاصمه حمزه كودري
ما نطولوش عليكم، شوفوا واش صرالو. خويا تعيش توصلني معك. مش كاين شكون طفله لي تما؟ ها دير خدامها وجاتك انا. تعرفين انت هذا؟ نعرفه وير جاو يديروا الخير. جات الاطفال جاي يدي دراري لنا هنا. وين يدي؟ انا ندي دراري. هاي تقول لك نعرفك. هذا حمزه. لا مش خلاص انا ميمبا. انا طفله انا عم بالي تخدم هنا. جات طفله في يدها قالت لي مريضه الحمان ديرها ما تاع منطور جات طالعه تصدم. ماني فاهم والو. انت طلعتها في الطوموبيل؟ ما طلعتهاش في الطوموبيل، انا كنت في الطوموبيل. جات رمتها من الله قالت لي مريضه الحمان ديني عند ديسبونسور. شغل فيلم امريكا. قال لي نخرجوا ديسبونسور نعطيك دراهمك. اسمع نقول لك حاجه. شوف نهضر معاك نهضر معاك. انا كنت لك هذا نشوف حالك ولكن نقتلك بالضرب. نقول لك انا يا ولا انا نعطيك ضرام. سمعتي؟ وانا انا يا قلت له ما راه عند ضربك ما والو انا ما تقوليش زعما. شوفي انا او انت اللي تجوزي انا غير ما تكسرش راسك. تجوز معايا انا كيف كيف مهبوله. مانيش مهبوله انايا. ربونا ولدي يا اخي نزبط دراري. تتخباو نتوما عندكم ضرام ما تهضروش. تطلقوا غير زوا ولا يسرقوا. حبيبي كان مكان على عدايا. هضرت عليك انت؟ شو هضرت عليا انا؟ خويا اسمعني. لا لا خويا عنده الحق صاحبه. صاحبي كيفاش؟ شو كان يقول لي خليه؟ المراه تقول لك انت. واش بيك مدايا بزاف؟ المراه تقول لك انت. تقول لي هي وهضرت على قلبي. تعرفك انت. تعرفني؟ دوك نروحوا الكوميساريه تما ندير معاك. لا 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 ما يروح لا كوميساريه لا والو. لا لا هنا يقعد. هنا يقعد. لا لا. مواطن جزائري جاب طوموبيل ما دخل الداخل صبحت انايا في مشكل. انتوما اللي قلتو خرجتي طفله انا خاطيني واش دخلني؟ روح لصاحبك اهضر معاه. ما هضرت مع حتى واحد حمزه صبحت جديد جاي ما قلت حتى وحدك جايين هنايا. انا طالع عندي عم بالي طلعت نتايا جاي طالع موراك طوموبيل. طفله جيت هنا ما نفهم والو. طفله خرجت راه طفله قالت لي مريضه الحمان روح للديسبونسور. مالو اللي يقول لك بلي جات لاحت لي المراه لاحت لي البيبي ودوكا يقول لك كنت راح نعاون ندير فيها الخير. اسمع لي انت ما فاهم والو. خليه يفهمك. ما فاهم والو. او معايا ما عندك خويا. لا لا خويا ماشي هكايا. صافي حمزه صافا؟ مش وانت يا حمزه حتى صاحبك عز الدين دوخه والوالده انت كانوا معانا. معقول في المستقبل غير عص روحك. حارم تاكم كامل لا دو ليزارجيريان. بارك الله فيكم. عصروحك هاتكم الصحة أخويا. وش عم بيت نقول لك نفسه هذه و... أخويا السلام عليكم. أريد أصيتي ساسي للمرة الثالثة. قاعد دي مزور حسن ماشي جدو تاصل درهم النادي.